نانسي عجرم تظهر بإطلالة عفوية من منزلها، تستمتع بالأجواء الشتوية وسط عائلتها. أبدى المتابعين إعجابهم بإطلالتها العفوية وجمالها الهادئ. شاركت نانسي عجرم المتابعين عبر إنستغرام بصورة جديدة لإلها من منزلها، وظهرت فيها بملابس شتوية أنيقة، وعلق المتابعين أمر في كل أحوالك، واعتمدت على ميك أب سيمبل كشف رقة الملامح، بالإضافة لبعض الإكسسوارات الذهبية اللي بتتناسب مع ملابسها. حمست نانسي المتابعين من خلال صورتها للتواجد في المنزل والابتعاد عن البرد، ويبدو أنها كانت تتناول مشروبها المفضل وتغزل الكثير من المتابعين في إطلالتها الرقيقة وجمالها الهادئ. خلال الفترة الماضية واجهت نانسي عجرم شائعة انفصالها عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وتم تداول هذه الأنباء عندما نشر صحفي لبناني صورة لنانسي وزوجها وعليها كلمات أغنية عاتب ولوم. بدأ البعض بخمن أنه نانسي بتعيش حياة زوجية متوترة وربما وصل الأمر للانفصال. زيادة هذه الأنباء بشكل كبير عبر السوشيال ميديا والإعلام، اضطرت فادي الهاشم للرد عليها، فكشف عبر أحد المواقع اللبنانية أنه بيتعجب من هذه الأنباء المتداولة، وأكد أنه في طريقه للمنزل ليتحدث مع زوجته ويعرف سبب هذه الأخبار. ردت نانسي على الشائعات بطريقتها الخاصة، فنشرت صورة عائلية جمعتها بزوجها وبمجموعة من أصدقائها المقربين. علاقة نانسي عجرم بزوجها مر عليها سنوات طويلة، بدت عندما استعانت به نانسي لتجميل أسنانها في بداية مشوارها الفني، وخلال زيارتها المتكررة للعيادة اتحولت علاقتهم لإعجاب شديد. عاشت نانسي قصة حب مع فادي لمدة 3 سنوات بعيداً عن الأضواء، وفي عام 2008 أعلنت نانسي خبر زواجهم. وحرصاً على أنه يكون حفل الزفاف بسيط ومميز، فاقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط. فارق العمر بين نانسي وفادي الهاشم 14 سنة تقريباً، لكنهم بيستطيعوا التفاهم بشكل جيد، وأصبحت علاقتهم من أكثر العلاقات استقراراً في الوسط الفني. أنجبت نانسي من فادي 3 بنات أطلقت عليهم ميلا وإيلا وليا، وتحرص على مشاركة المتابعين بكثير من الصور الخاصة بالرحلات اللي بيقوموا فيها. في كل مرة تظهر فيها بنات نانسي عجرم بيتغزل الجمهور في جمالهم الطبيعي، وبيعلقوا على الشبه الكبير بين الأم وبناتها. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.